أنا طبعا شفت على شريط الأخبار أنه تم استهداف عمارة كحيل اللي هو المكتب تبعتي فيها، فجيت جري راكد على المكان تمام. ففي حالة وصولي لقيت المبنى بنزل، فطبعا كان ينزل المبنى وروح بتطلع معه. إن شاء الله بإذن الله ححي المكتب مرة تانية وبسرعة، وحعيد نشر وطباعة الكتب اللي تم قصفها من جديد. جيت وتفاجأ بتطلع على المكتبة اللي كنت أنا أجي منها أيام الجامعة أستفيد من الكتب تبعتها وأجي أشتري منها الكتب، للأسف الشديد جينا لقيناها هيها زي ما أنت شايف كلها مدمرة.